جايز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. مرحبا بكم فلوج جديد. معرفش واش غنصور لكم نهار او الفلوج او الويك اند، اي دون نو، ما عرفتش صراحه شنو غادي ندير اكزاكتومون. المهم دابا هذه العشيه قلت انا غادي نخرج، غنخرج غير انا وغالي. غادي ندير لي اكسسوار ديالي، ندير هاد الحويليقات. فوالا هاد الحلقه تاع الميت كنت خديتهم من لاباج ديال كادي جوالري بوغ لي فيلي. تيسقساوني منين تناخذ لي اكسسوار ديالي، يعني لي لا بلو بار تقريبا خديتهم لاباج ديال كادي جوالري. شوفوا هذوك كيفاش كيجيو، شفتوا كيجيو زوينين. غالي راه مع بابا كيقضي واحد الغرض ان شاء الله، دابا نبارطاجي معكم الا بغى. غادي نبارطاجي معكم في هاد لا فيديو ان شاء الله الا بغى عوامر سو غادي وهي هذيك باغا نجاوبكم حتى على واحد السؤال اللي كيتطرح عليا بزاف. فوالا شوفوا كيفاش جاو لو زوينين. شعري الصراحه اليوم ما كان لا مزيت لا والو، بالعكس شعري ديجا يلاه مغسول، ها نتوما نقيقي زوين. مي رشقات لي على انني نجمعو هكا جونغ هاد المشيطه. بالنسبه للجل ديال الوفيرا اللي كنستخدم انا هو هذا، ها هو البنات. ديجا كان عندي هذا وكان عندي داك لو بو ديال هاد لا مارك سميتها ديزار، ديال ديزار. كان عندي لو بو حسن، داك المدور حسن من هذا. هذا لا كاليتي ديالو شويه عيانه، مي داك المدور غزال، كان كيفيكسي بواحد الطريقه زوينه وما كانش كيدم ليا شعري عكس هذا. هذا فاش كنديرو هو ما كيخليش الشعر مقروش، يعني بحال كينشف بحال جيل، لا ولكن كيدم ليا شعري، يعني كيزيت ليا شعري، ولكن كيخلي واحد لابغيونس زوينه هذا في الشعر وكيبقى مقعد. غير هو الاخر كان كيفيكسي زوين وما كانش كيخلي ليا شعري يتدم، هذا العكس، ولكن زوين. لبستو مع هاد البنطلون جي هكا ديال سبور، هذا ديال زارا البنات، هاد السروال ديال زارا جي زوين. وهذا كنت خديتو من اس سي واي كيكي، صافي. و لي سبور ديال ديكاتلون، هادشي لي لابسه. وغادي ندير السويك ديالي، ودابا كنوجد لغالي الحليب نديرو ليه في الرضاعه ونتوكلو على الله. احسن بارفان فريمون كنجربو وكنولي نعاود. انا عندي عفتو راه ميمكنش لا كونتيتي ديال لي بارفان اللي عندي ديسبونيبل في الدار ميمكنش. شوفو هذا، ها هو عرفتو كيحمقني هاد البارفان، سميتو انكونديسونس، فريمون زوين، بارفان واعر خطير. رشينا البارفان، غتقولي لي فين غدا؟ غادي نمشي ندوز مورا ولدي و غادي نديه معايا، غادي نمشيو انا وياه المرجان، غادي نتقداو شي حوايجات هكا ناقصيني، الحقيقة ديك المرة مكنتش خديتهم. صافي شوفو تطلع هاد السروال، مضحكوش عليا، راه ديما كندير تطلع هاد عمر تيقول لي ماما تبقيش تطلع السروال كاكا في الزنقة، واه كندير ليه بحال الجب تنبقى ندير، ومع البنات راني قصيورة ما عرفتش كي كنبان ليكم هنا، كنبان واقيلا طويلة، مي أنا راني قصيورة. راه فريمون دكويكه بزاف. شوفوا انتم فايته البواني غير شويه. كوكو قول لهم كوكو كوكو. شنو غالي؟ شوفوا الصبر ديالها فين محطوطه، حدا راه يتقاشروا وبقى كيصطم في الارض. قال لي بابا بقى كيصطم في الارض. المهم خلى ما دار في الزنقه. الروينه. شوفوا التقاشر، شوفوا الحاله، شوفوا التقاشر كيولاو. شوف ايوا المهم ما عليناش الزينات. مشيت لقيت ديجا عمر وبابا كاين تما وولد خالو، لقيتهم كلهم مجموعين على هذا، كلهم على هذا. صافي قلت لعمر غير راه ندي معايا، قال لي عمر خليه اماما، قال لي عمر خليها بابا غيدي معاه. قلت له لا انا اصلا جايه باش ندي معايا، نخرجوا معايا يتسرى معايا ونهذا ونضرو ونشوفوا شنو كاين وهذا. ايوا صافي هذا ما كان. ايوا قول لهم كوكو. انت فين غتمشي دابا؟ فين تمشي؟ عندي. عندي. تمشي عند جدي؟ لا ما نمشيوش عند جدي، نمشيو مرجان انا وياك، نمشي شي قاقا. شي قاقا. مسكين عرفتو راه عيان وفيه الناس وكينوض السنان وحالتو لحالة والحمد لله الحمد لله. نونا صافي نخرجو؟ يلا. مي زامور جو سي كما غادي تفهموا والو، كنت في مرجان شويه لقيتوني جالسه انا وماما وبابا. كنت في مرجان كندور وهما كانوا في بغيكوما، سكي في بابا صون عليا قال لي واش راكي في الدار؟ قلت ليه لا، قلت له انا راني في مرجان انا وغادي. قال لي ورات انا وماماك في بغيكوما نتلاقاو، سمحوا لي نتلاقاو. صافي داكشي اللي كاين البنات، جلسنا اونصومبل تعشينا مجموعين.
ضحكنا وهذا صافي والحمد لله عرفتو. جيت في الطريق والله الا جيت هنا كنبكي اقسم بالله، جيت هنا كيتقاطروا ليا الدموع. غتقولوا لي علاش؟ حيت بابا قال لي واحد الجمله اللي اش نقول لكم، ما كاينش جو بونس با من غير الوالدين شي واحد يقولها لك، والله ما كاين اللي غيبغي يقولها لك من غير فريمون من غير امك وباك. وحق الله انا كنت ناشطه حيت كيعجبني نخرج مع ماما وبابا وهذا، كنت ناشطه وصافي قلت بابا يلا الله يعاون كنضحك. قال لي بابا مسكين، قال لي انا كنفرح فاش كنشوفك فرحانه. واه عاد غير كنتفكر دابا ديك الجمله، راه ما يمكنش عرفتي، راه ما يمكنش. ممكنش تخيلي يا صاحبتي باك تيقول لك انا كنفرح فاش كتكوني انت فرحانه، يعني الفرحه كل هاد الوالدين هي فاش كتكوني انت فرحانه، فاش كيكونوا ولادهم فرحانين. راه فريمون راه هادشي ما كاين، ما غيتعوضش وما كاينش اللي غادي يبغيك بحال والديك فريمون. عرفتي والله الا اون فوا قالها ليا صافي تخلصت في الطوموبيل وبقاو تيهبطوا ليا راسهم 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 راسهم. راه ما يمكنش عرفتي شحال بكيت فاجيت بعدا على قلبي جايه في الطريق وجايه كنفاجي، ماشي كنبكي حيت حزينه، مي كنبكي حيت فرحانه فهمتي. راه فريمون الوالدين ما تيتعوضوش، واللي ما عندهاش والديها ربي يعوضها ان شاء الله. هما ما كيتعوضوش ولكن ربي معاها، ربي معاها والله يفاجئها على كل واحد. جيت لقيت غالي نعس، كنت زعما اولا نحطو عند بابا حيت بابا هدت عنده باقي ما سالاش شغالو، سو كنت زعما باغا نحطو تما ولكن هو نعس. صافي جبتو معايا في الطريق نعس، راه دابا متكي شويه وغنفيقو لان ما تنعس اخويا دابا وتشبع نعاس وتضرب ديك 11 12 تفيق مستحيل. غنخليه ينعس واحد نص ساعه وغادي نفيقو صافي باش ينوض يلعب. سينو البنات دابا غادي نبارطاجي معكم خفا الزربان شنو داكشي اللي خديت. ما كانش زعما شوفوا البنات اللي كيقولوا لي صافا ما كتقداوش الخضروات، ولا الخضره اختي راه كيمشي يجيبها راجلي من السويقه، راه ماشي انا راجلي يمشي للمرجان يتقدى الخضره. كنقول لك اللي كاين الحياه الطبيعيه اللي عشتها امك وباك كنعيشوها حنايا. الخضره اختي كنجيو لها من السويقه، الدجاج الكفته اللحم داكشي كيتشرى من السويقه سالينا. هذوك التفتيفات كنمشيو للمرجان على ودي شي مره كيكونوا شي شويه ديال لا بروموسيون شي شويه ديال هذا، وعندك لو شوا فهمتي تلقي بزاف د الحوايج تختاري. صافي هذا ما كان، اجي اختي نوريك اشنو شريت واشنو تقديت وما تمشي فين. جايز اول حاجه شوف راه كنصور بالتليفون بالمقلوب باش يعطيني شويه ديال الفلاش ويعطيني شويه ديال الضو، فغير سمحوا لي الا كانت شي حاجه ماشي هي هذيك. اول حاجه خديت اللي هي الحليب ديال غالي، البنات وليت كنستخدم لي هذا الحليب حتى دابا صراحه مزيان، ما دار ليه والو، ما جاوه لا وجيعات في الكريشه لا حتى شي حاجه. هو ديجا فيه لا دياري ديال السنان، هو فيه ديك لا دياري خفيفه ديال السنان، يعني ما دار ليهش ما زادوش هو لا دياري ديال الحليب. وبزاف ديال بزاف ديال لي ماما منكم اللي قالوا لي صافي خدي لي هذا، وكاينين اللي قالوا لي خدي ليه الشرقي. البنات بالنسبه للشرقي مشيت باش ناخذه ولكن لقيت لا دات ديالو ما دايرينش لا دات طويله مثلا مده طويله، هذا فيه حتى شهر 4 2025 واش فهمتوا، هذا كتكون فيه المده طويله. حيت انا غني ما كيكونسوميش الحليب بزاف، كيكونسومي الماكله كنوكلو اكثر ما كنعطيه الحليب. الحليب ضروري للوليد ولكن ما كنعطيش الحليب وكننسيه في الماكله، دونك تياكل معايا والحليب غير مكمل كنعطيه له فوق النعاس فقط، من غير النعاس ما كنعطيهش انا الحليب. انا غادي نبارطاجي معكم دغيا دغيا، المهم ملي جات في يدي اختي غنوريها لكم. خديت هاد الباكيات ديال السوبريم، هاد هاد المادلين هادي اختي ها هي، جيسبر يكون هادشي كيبان لكم اختي راه فريمون تماره، الا كان هادشي ما كيبانش لكم غنعاود من ازيرو. خديت هاد لاصوص ديال مطيشه خديت منها 4، هاد اولا كتعجبني وكتجيني سهله مثلا في لي بات الطياب الا بغيت نزيد شويه ديال مطيشه هكا مطحونه، المهم كتجيني سهله بزاف ديال الحوايج. هادي اختي زوينه. خديت الصباغه اللي كنستخدم ديما، تقولوا لي صافا انت يلاه صبغتي شعرك اش بغيتي بشي صباغه، فهاد البنات كنديرها غير في لي غاسين غير هنايا فهاد لابارتي فهاد لازون بالضبط لحقاش عندي الشيب كيفاه كدوز ليا مده طويله، كنبقى نكب ونخلي نكب ونخلي كدوز ليا مده طويله. البنات حاجه واحده اخرى خديت هاد المية هادي الغوز، انا مولفه كناخذ الكحله ماشي الكحله الزرقاء مغلوقه ديال الليل مي ما لقيتهاش سو خديت هادي ماشي مشكل، يعني كاملين بحال بحال غير هي ركزوا على هاد ركزوا على هاد البلاصه هادي اللي كيكونوا الاحجام، يعني واش قصيرين ولا طوالين ولا طويل ولا صافي البنات مش ما تقولبوش. خديت هاد الكوش الغالي خديت له غير باكيه صغيره ديجا عندي مازال عندي يعني خديته غير احتياط وصافي. خديت الدانون الغالي كيعجبو غالي هاد الدانون بزاف سو خديتو ليه. خديت هادو
هذا ما عمرني ما جربته، طبيعي بالسكر، وهذا ضايع بالفاني، هذا ضايع فاني وهذا ضايع. نجربوا معاكم، واختي نجربوا معاكم، ما كاينش محسن منكم نتوما. يلا ايوا واه، هذا قال لك ياغورت طبيعي بالسكر. بسم الله. داير بحال واحد الضايا اللي كيتصايب في الدار، عرفتوا الضايا اللي كيتصايب في الدار؟ فوتوكوبي ديالو كانت كتصايبو خالتي، كان كيحمقني، كان كيحمقني الضايا اللي كانت كتصايب خالتي. هانتوما هادو ديال مطيشه، خلاص انا وريتهم ليكم. خديت ساشي ديال الفاني، هادو خديت باكيه ديال الفرماج، شامبينيون، بزاف ديال الروز، الروز حيتاش باقي ما درتش ديك الوصفه اللي قلت لكم باغا ندير ديال جونغ فحال البايله، مي ماشي البايله، المهم الروز بالحوت داكشي باقي ما درتهاش. خديت هاد النوع ديال لي بات، هاد النوع ولا كيعجبني بزاف، زوين بزاف هاد النوع، كيجي صراحه في لي سالاد. وهذا بالنسبه لي فرماج، خديت هاد المره كنت غادي ناخذ كره ديال الفرماج حمراء، مي قلت غناخذ هادو، هادو كانوا كيعجبوني، كنت كنخدم شحال هادي هاد لي ساشي. المهم خديت الماسدا مغطي، خديت الامونتال غابي، وخديت هادي الامونتال ترونش، شويه ديال الشاركوتري بالبزار، واحد مطيشه واحد ديال الزيت، زيت كحل، شويه ديال الهريسه. فينالمون غادي تلقاو هاد جونسون، هذا خديتو الغالي باش نبقى ندير ليه، كنبغي بحال هاد لي برودوي، ديجا كان عنده هو وتسال عليه، سو كنبغي بحال هاد لي برودوي، انا كنبغي نطوي ليه في الصباح ما بين هنا هاد لي زون هادو هنايا العنيق ديالو هاد لابارتي، فهمتوا؟ كنبغي نمسح ليه بالقطينه، كيعجبني يكونوا بحال هاد لي برودوي ولا كريم، ولا كريم يعني اللي بغيت. وتقدري تستخدمي تا زعما سبراي هكا رويحه على الحوايج، فهذا زوين وريحته فنه. انا كنت كنقرا في سيزيام والباك، كنت كندي معايا هذا، كنت كنستخدم هذا جونسون الزرق. صافي البنات، هادشي اللي شريت، هذا مكان غادي نستف دابا كل حاجه بلاصتها، ونقاد اموري، وديك الساعات يجي عمر نتشاور معاه، واذا بغى غنبارطاجي معكم اش اللي كاين. هلو مي زامو، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. المهم اختي فاقت، فطرت غالي، غادي نغسل واحد السدد المعين عندي من البارح، والله القسم من البارح، وغبرت عليكم عاد دابا راه شي واقيلا شي يومين مر البارح، راه يومين عاد كنكمل لكم دابا. المهم ما عليناش، انا زلت ديالي، كانوا عندي بعض الامور اللي كنت مرونه بهم، داكشي علاش حبست التصوير، حبست البارطاج في انستغرام ولا في تيك توك ولا في اليوتيوب، المهم بارطاجت والو. دابا عاد غادي عاد نرجع عاوتاني ان شاء الله. سينو دابا لقيتوني كنوجد الغديوه، كما قلت لكم غالي فطرتو، عندي الغدا كيطيب في نفس الوقت، غنغسل عليا هاد الماعين. هنايا اختي جبت جبت الكروفيت، ها هو تسنى يطلق، حطيته هنايا على ما يتطلق. نقيت البانيو ديال الخضره اللي كيكون في الثلاجه، حيت الخضره هكا اللي ضاعت، ستت ديك الامور وداكشي. وهنايا دايره الروز كيتسلق، غادي نديرو يتسلق نص سلقه، ما درتش ملح مع الورقه سيدنا موسى وشويه ديال الملحه، وكنخليه يتسلق على راحتو. غير نص القرنات، غير واحد شويه باش عاد نردو يكمل الطياب في الكاس. وغادي ندير معاه شويه الجبنه، شويه خزو، وشويه ديال الفلفله مع الحوت ولا شامبينيون. صافي البنات، هادشي اللي غادي ندير، الروز بالحوت وصافي، هذا ما كان. صافي البنات، هذا المهم سلقت الروز غير نص سلقه، دابا غادي نديرو يتفور. درت معاه خضيره، فلفله، خيزو، شامبينيون، كروفيت، والثومه محكوكه، الحامض مصير، شنو سميتو العطريه، وكنور ديال الحوت، وشويه واحد الزقه ديال كنور السمن، غير شويه حتى هو كيعطي واحد البنه زوينه. صافي زيت الزيتون، وغادي نردو يكمل التفوار ديالو على خاطر. ها انتما البنات، الرويزات ديالي هما دوك يطيبوا، غنخليهم على خاطرهم، غادي نقص لهم البوطه ونخليهم حتى هذا على راحتهم، وفي نفس الوقت ما بغيتهمش يتعجنوا.
شنو سميتها؟ بقا. شنو سميتها ولدي؟ بقا. أه؟ بقا. لا. شنو سميتها؟ بقا. بقا؟ لا ماشي بقا. شنو؟ اجي قول لي شنو سميتها هذه؟ شنو سميتها هذه؟ كيتفلى البنات راه تيقول ليها بطه هي تيتفلى دابا بطه عندك جوج بطه شحال عندك بطه شحال هل شحال عندك جوج قول جوج قول دو اغل او 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 ليلو قول لي قول لي دو دو ديس 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 ان او دو دو تخوا فا كاتر تق تق كاتر كيقولها تق سانك سانك سيس سيس ست هات ويت ويت نف ويش نف عش ديس برافو يا طاحت لك بطل اخرى خدها فين طيحتيها شخش شخش بطل اخرى فين طيحتيها راه هي كتبان هاي 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 غالي شنو كدير هادي مو وهذا وهذا هذا اويلي هذا 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 وهادي بطه مي زامور انا عاد نتغداش شحال الساعه دابا غادي كياكل تشي نشوف شنو كتاكل التشينا وغي بلاتي راه فمك باقي عامره ماما بلاتي ولدي قلت لكم الكبودات انا دابا عاد غادي نتغدى ها هو دا الروز درت فوق منه واحد شويه ديال الفرماج غابي كيجي هكا معين لك زوين وصافي شويه ديال الهريسه الا بغيتها وغادي نتوكل على الله اختي وغادي ناكل هذه دابا السبعه تخيلوا انا السبعه عاد غادي ناكل كنت دايره واحد البروغرام اليوم هذاك ديالك كنت دايره واحد البروغرام اليوم ديال انني نخرج ولكن ما كتبش ان شاء الله يقدر ميبي غدا نقدر نخرج المهم مازال ما عرفتش المهم اليوم ما كتبش شي وديجا حسيت براسي عيانه اليوم والجو ما كانش ملائم الجو كان مكتئب فريمون ما كانش شي جو اللي يمشي مش وهذا صافي هذا ما كان غادي ندوق معاكم اجي ندوق معاكم اختي نشوف نحطكم هنايا تجلسوا هنا صحباتي مزيان كتفلتوا ياك وكطيحوا صافي جلسوا تما اختي يلا اجي ناكلوا بسم الله عرفتوا داك الكروفيت مسخ قسما بالله صاشيه كامله مسخات والله ما نعاود نشري هذا النوع غنبقى نشري الكروفيت الكبير ونهني راسي سينو غادي نشريه بالهذا هكا طري بالعبار وصافي بسم الله لذيذ باش ما نكذبش عليكم مش هي ناكلو بيديداتي نقول لكم الصراحه مش هي ناكل بيديداتي هكا نكب شويه ديال سمعوا اش كيقول شنو زيدي التشينا نزيد كلتشينا هادي ولدي ضايعه نشوف لك هادي نزيد كلتشينا بغيتي هادي واخا كليتي اخرى كليتيها كملتيها بالصحه الله يرضي عليك امين امين ما شاء الله الله يحفظه يا ربي وينجيه والله يحفظكم وليداتكم لا ما ترميش في الارض ماشي في الطبيله دير في الطبيله هز دير في الطبيله يلا هزها للطبيله كيمضغي مضغي مضغ كتسالي من هذيك الماء كيرميها يلا حطها في الطبيله برافو ولدي اه يلا انا نفرق لك هادو البنات فراسكم ولدي راه تبارك الله ما شاء الله كل مره كيقول لي حاجه عاد تنستوعب شنو هادي بالو برافو كرة شنو هادي؟ تولة بالون اي الحبيب ديالي بالون يلا سير جيبها سير جيب بالون نلعبو بيها وفازي بابي فازي بابي
يعني دابا الكال ما كاينش غالي، جا عمر داه. فبغيت هكا باش نهضر معاكم ونتعاود معاكم ونشرح لكم ونقول لكم اشنو كاين. وحتى البنات اللي في انستغرام داكشي عفوني علاش غبرت، لان فريمون حبست البارطاج واحد 3 ايام عاد رجعت كنت بارطاجي. المهم اولا نقول لكم شكرا الناس اللي سولوا فيا، البنات قالوا لي صافا فين غبرتي وداكشي، ففريمون شكرا بزاف. زعما ما مريضه ما تجي حاجه، الحمد لله كلشي اموري طيبه كلشي اموري مزيانه، غير هي بحال عييت شويه ودرت واحد البوز وديجا كنت مرونه في الدار. المهم ديغنييغمون اختي انا وعمر في بقشي تربح بقشي تربح بقشي تربح، باش نقول لكم نيشان علاش، على هادشي كله على الموتور، باش نجيكم نقول لكم كل شخصي. انا ما عزيزش عليا الموتور وما تنحملش الموتور وتنكره شي حاجه سميتها الموتور، ما عرفتش علاش هكاك بحال لي انا هكا دايره، انا هكا دايره سبحان الله، ما عزيزش عليا الموتور وما تنحملش نركب فيه، ما كنحملش نركب في الموتور. المهم ما علينا، ديغنييغمون عمر من اللي عرفته كان باغي ياخذ موتور، دونك انا بقيت كنأجل ليه لا من بعد لا لا لا، حتى صافي دابا قالك بغيت موتور، صافي غادي ناخذ موتور، قال لي راني غادي ناخذ موتور صافي، بلا ما زعما بلا ما تقلقي بلا ما والو، راه غادي ناخذ موتور. انا ما باغاش، انا ديما جو سوي كونطخ الفكره ديال الموتور، تنقول له شوف دير حاجه اخرى، ما عرفتش انا وين، قال لي شنو غندير انا بخدمتي خدام شنو غادي ندير، قال لي انا باغي موتور حيت كيعجبني وهذا. فاش غنقول لكم انا كتجيني الطوموبيل سيكوريزي على الموتور، انا كتجيني الطوموبيل سيكوريزي شويه، واخا هما راه الافات وراه الاعمار بيد الله، راه كي هادي راه غير الاعمار بيد الله، ربي اللي تيوقف مع الواحد وصافي. ولكن صافي من جلس وهضر معايا وقال لي شوفي راه انا باغي الموتور، ها علاش وعلاش غير تنديبلاصا هادي انا كيعجبوني الموتور، ما عزيزش عليا الطوموبيل، ما هاديش. فشنو قلت له الله يسخر لك صافي، ما بغيتش نعكس له، سورتو كي شفتو فرحان قلت له الله يسخر ليك الله يكمل عليك بالخير، خذ موتور سير غير بشويه هادي المهم ما عليناش. داكشي اللي كاين توكل على الله، وخدا واحد الميتر هو مسكين تعكسوا له بعض الامور، كانوا بعض الامور معكسين، كان باغي واحد اللون ومسكين شحال هو تخيلوا سيمانه هو مأجل باش يشريه غير باش يجيه داك اللون، كان باغي ياخذ واحد الكري سكيف داك الكري، حتى لو جوغ جي اللي قالوا السيد يلاه باش نمشيو نجيبوه مشاو ما لقاوش داك الكري ما كاينش، رجع صافي قال له كاين غير الكحل وكاين الابيض، صافي حتى قال له صافي جيب لي الكحل، شويه عيط لي انا صيفط لي تصاور قلت له شوف راه البيض زوين، عاد ولا اتصل بالسيد قال له شوف الا كنت جايب لك الحل غير الضو جيب لي البيض. المهم مسكين وقع له شويه ديال الديكالاج في الموتور وهذا، مي الحمد لله صافي تيسرات الامور وخدا الميتير ديالو، والله يسخر له والله يبعد عليه المضرقات والله يبعد عليه شر الخلق. انا ما نكذبش عليكم، انا اليوم هذا النهار مشى به خرج به، ما نكذبش عليكم انا تندير هاه من الموتور، ما تنبغيش الموتور وما عرفتش علاش، بحال واحد لافوبي فيا انا راسي ما جو سي با، معمر ما طرا ليا شي بلان في الموتور، واصلا معمر ما ركبت في الموتور، ركبت مع بابا ملي شحال هادي، بابا كان عنده الموتور كان كيركبني معاه وما عاقلاش، هو اللي كيعاود ليا يعني شحال هادي ملي كنت بالزيوه كان كيخشيني في وسط الجاكيطه ويسد عليا وغير كيضرب بيا دويره وهذا. فانا ما عاقلاش انني زعما ركبت في الموتور حيت ما تنحملش الموتور وما تنحملو ما تنقبلو، تيجيني ريسكي بزاف. المهم ما عليناش، الله يسخر ليه، من يعني نتفائلوا بالخير الله يسخر ليه، حيت الموتور اللي خدا شويه مجهد، وش نقول لكم كاي فنفن اللي ركب فيه تيقول له خويا الموتور كاي في يد الله البنات وصافي. ان شاء الله الا جابوا، البارح كنت باغا نصوروا لكم ولكن ما كانش بيت في الدار، دونك الا جابوا هذا النهار وبيتوا في الدار نقدر نصوروا لكم وتشوفوه. هذه حاجه. نقطه واحده اخرى واللي الصراحه ما باغاش نجاوب عليها، ولكن ماشي مشكل، عندي الناس اللي كيبغيوني وانا سيغ سارتان كدوك الناس اللي تيبغيوني ماشي هما اللي تيسولوا، ولكن ماشي مشكل. كاين اللي كيقول لي صفاء علاش ما تيسوقش بك عمر، علاش عمر ما تيسوقش، انا جاوبتكم بما قل ودل، عمر كيعجبو الموتور وانا كنحاول نقنعو لو بلو ماكسيموم بالطوموبيل، فهمتوا كنقنعو لو بلو ماكسيموم بالطوموبيل، زائد ان عمر ما عمرو ما جاتو الفكره ديال انه يدوز البيرمي ديال الطوموبيل، هو باغي الموتور وكيقلب كيفكر باش انه ياخذ موتور كبير وفهمتوا يعني ما عندوش ديك الفكره. كاينين الدراري راكم عارفين كاين اللي كيكون مبلي بالموتور كاين اللي كيكون مبلي بالطوموبيل، فانا الطوموبيل خديتها ليا الطوموبيله ديالي
خديتها ليا. وبيان سور كو عمر الا كان عنده البيرمي انا ما غاديش نحيدها لي، راه بيان سور راجلي راه مشاركين الدم انا وياه، راه حاجتي حاجتو حاجتو حاجتي. المهم ما عليناش. فالبنات بزاف كيسولوني صفاء صفاء صفاء، انا قلت لكم البنات عمر يلاه دافع في البيرمي وباقي ما كيمشيش، عرفتوا بالسيف باش قلت لي عافاك غير دفع كلشي. مره هكا نكون انا عيانه فهمتوا، انا راه ما نمشيش معاك في الموتور، شي مره نكون عيانه ولا تكون شي حاجه ولا هذا كومين، بعدا تيكون عندك البيرمي وطلقتي فيه يديك شويه، قلت له غير دوزو وحطو. قال لي واش انا ندفع فلوسي ونحطو؟ انا عارف راه ما غاديش نهز الطوموبيله ما تنبغيهاش انا تنبغي لك. قلت له غير دوزو وحطو اخي، غير دوزو اخويا وحطو صافي ماشي شغال. ايوا صافي مسكين راه كيدير ليا في الخاطر، ولكن كينفع كوميم راه تينفع، يعني واخا انت ما عندكش معاه راه كينفع. بحال دابا انا راه ما عنديش مع الطوموبيل والسوكان هذا، ولكن راه تينفع. المهم ما عليناش البنات، يعني هذا كجواب للبنات اللي تيسولوني صفاء اشنو. راه البنات عمر يلاه دافع للبيرمي، راه مازال ما كيمشيش هكا زعما ديما، وهذا بحكم الخدمه ما كيلقاش كيفاش يدير، وكيحفظ من الدار وزعما واخد وقته بلاتي عليه، وهذا ما كان. وان شاء الله تيسر الامور ويسهل الله ان شاء الله يا ربي، ونزيد نقنعو شويه حتى هو يخطوني بنتو ان شاء الله يا ربي. ايوا هذا ما كان، هادشي اللي كنت باغا نجاوب لكم البنات وكنت باغا نقولو لكم، والله يسر الامور لكل واحد. وانا نتسنى غير وكان يجي، الا جا هكا بكري صراحه جا دابا راه مزيانه. نصور لكم تشوفوا الموتور. ايوا صافي صراحه تبارك الله كبير، واختي كيفر في الماء انا معاه، انا والو اختي انا والو انا والو. جيم با جيم با الموتور، شي حاجه زعما اللي فريمون تنكرهها تنكرهها كره كره العامة على رقبتي البنات، الا فريمون ما تنحملش الموتور. وهذا الشيء راه غيحسوا بيا العيالات والبنات اللي عندهم خوتهم عندهم الموتور، والعيالات اللي عندهم رجالاتهم عندهم الموتور، وهذا فاش كيخرج بالموتور كيبقى قلبك تيطلع وتيهبط. كنسمع واش هو مازال ما كنعرفش الصوت ديالو فاش كيجي، ولكن ما عندنا ما نديرو، هذا ما كان الله يسخر ليه. ان شاء الله صافي، انا كنقول زعما غير هذا ويمل منه زعما، وان شاء الله فاش عاتاني يجرب الطوموبيل غادي تكون حاجه اخرى ان شاء الله يا ربي. ايوا هذا ما كان، كنبغيكم بزاف البنات، وانا انا غادي نشوف ان شاء الله، غادي نتسناه يجيب الموتور ونصوروا لكم. شوفوا البنات هانتوما، لا لا غير هنايا ماشي مشكل، ها انتما هي راه مازال ما دار ليهاش مسكين حتى البلاكه هي. شوف شوفوا غالي، غالي غير حمار. شنو هذا غالي؟ شنو هادي؟ هلان ديال من؟ ايوا بالضبط اخويا ها انتما. لا صراحة كبيرة، وعاد راه حيد لي هادوك القداميين، دوك الجوج كانوا فيها واحد العويضات طالعين وزاجة، راه حيدهم هو لأن باش يبقى يلقى فين يحطها هنايا. شوفوا كيدير غزالة تبارك الله ما شاء الله زوينة، هانتوما صغاركم شوفوا هاد القصاوة. إيوا صافي هذا ما كان، مبروك عليك السي عمر عقبال ما كثر ان شاء الله، الله يسهل عليك، الله يبعد عليك شر الخلق، الله ينجيك من المضريات.